قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع وجبات جاهزة على الأسر الأكثر استحقاقا في محافظة البحيرة إيمانا بأهمية التكافل الاجتماعي ومد يد العون للمحتاجين. وقال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه تم الوصول إلى المستهدفين والمستفيدين من خلال قاعدة بيانات مؤسسة نبيل الكاتب، وقامت فرق العمل بطرق الأبواب في تلك المناطق لتوزيع الوجبات، حيث استفاد من الحملة ما يقرب من 1000 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً.